سهل جدا اللي انت ممكن تنسى نفسك، لكن صعب جدا اللي انت تنسى نفس سكنة نفسك. كل واحد أدرى بالنفس اللي جواه، كل واحد عارف من هي النفس اللي تقدر تسكنك، اوعى تسيبه. عارف قصدك حب ايه؟ ان شخص يسأل عنك كل يوم كل لحظة وما يملش من السؤال عنك، ان دايما كل واحد فينا محتاج حد يهتم بيه. ده اجمل حب، هو ده الحب اللي الواحد محتاجه، اللي تسأل على صاحبك وتسأل عن حبيبك وتسأل عن قريبك وتسأل عن كل الناس من اخر صلة الرحم. هو ده اجمل، احلى واجمل انواع الحب. خليك دايما قريب من اللي بتحبه باهتمامك ليه. السلام عليكم. في اشخاص بيمروا في حياتنا وبيسيبوا بصمات استحالة تقدر تمحي البصمة دي. كن انت منهم، كن انت البصمة اللي تفضل موجودة مهما كان الزمان ومهما مر عليها الايام. بصمتك، كلمتك، اهتمامك، حبك باللي حواليك.